الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أطهر خلق الله أجمعين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. طبتم وطاب لقاؤكم وتبوأتم من جنة الله منزلا. بإذن الله تبارك وتعالى هذا اللقاء عن تفسير رؤية زيارة الحي للميت في بيته في المنام. ما تنسوناش بلايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس، وجزاكم الله عز وجل عنا كل خير. رؤية زيارة الحي للميت في بيته علامة على حصول صاحب الرؤية على ميراث كبير خلال تلك الفترة. رؤية زيارة الحي لمنزل شخص ميت دليل على كثرة التفكير في ذلك الميت خلال هذه الفترات، والله أعلم. حلم زيارة بيت الميت في المنام إشارة إلى حاجة الميت الدعاء والصدقات له تلك الأيام. من يرى في حلمه أنه يزور بيت شخص ميت في المنام علامة على التوفيق في الأعمال التي يقوم بها صاحب الرؤية. من يرى في المنام أنه يقوم بزيارة أحد الأموات في القبر علامة على حاجته لاكتشاف مواهب ومهارات تلك الفترة. رؤية زيارة الحي للميت في المقبرة علامة على معاناته من اكتئاب شديد يعاني منه فترة طويلة من الوقت. حلم المرأة أنها تزور أحد الأموات في قبره علامة على الحزن والاكتئاب الذي يحاوطها تلك الأيام. رؤية زيارة قبر الميت في المنام علامة على الأزمات والمشاكل التي يحاول صاحب الرؤية التخلص منها تلك الأيام، والله أعلم. إذا رأت المرأة في المنام أن هناك أحد الأموات من الأقارب أو الأصدقاء شفي من المرض، علامة أنه نال منزل علي في الجنة بإذن الله. رؤية شفاء الميت من الأمراض علامة على مغفرة الذنوب ورضا الله تبارك وتعالى عن الميت. حلم الرجل أن أحد الأشخاص الميتين قد شفي من المرض علامة على تخلص الميت من سيئاته وأن الله بدلها حسنات، والله أعلم. رؤية الميت يخرج من قبره حيا في المنام علامة على اقتراب موت صاحب الرؤية الأيام المقبلة، والله أعلم. حلم الأخ الميت يخرج من القبر في المنام علامة على القوة والعدل الذي يتمتع بها صاحب الرؤية. إذا رأى الشخص أن أخته قد ماتت وخرجت من قبرها وعادت للحياة مرة أخرى علامة على عودة شخص مسافر من السفر، والحياة ستكون سعيدة الأيام المقبلة، والله أعلم. رؤية الشخص أن امرأة ماتت وخرجت من قبرها حي علامة على تحقيق الأمنيات والأحلام خلال تلك الفترة، والله عز وجل أعلى وأعلم. لا تنسوا قراءة آية الكرسي بعد كل صلاة مكتوبة وقبل النوم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.